خطيرة من مراحل الفساد، والفساد مع الأسف الشديد انتقل بصورة أفقية في كل مفاصل الدولة العراقية، حتى الموصل من سقطت لم تسقط عسكريا، الموصل سقطت بسبب الفساد. الفساد هو من هيئ البيئة والظروف لداعش أن ينجح في الموصل. الفساد كان باب حقيقي وباب رئيسي فيما حصل في الموصل. الآن في الفساد شكلنا لجنة، لجنة مكافحة مرة في العراق، تكون هناك رؤوس كبيرة تجد نفسها في السجن اليوم، في السجون. لا أحميها حزب ولا متنفذ، ونحن مستمرون، وسيكون عام 2021 عام الكشف عن الكثير من هذه الحقائق التي تخص الفساد الذي يطعن قلب الوطن وكذلك وجوده.